تستلم دفتر الشيكات؟ اول ما التحويل يتم هتصل بحضرتك. يبقى دلوقتي المبلغ اتحول على المركز الرئيسي، ولو حضرتك اتصلتي هتتاكدي. معلش استحملنا، ده مجرد اجراء روتيني. انا فاهم، واتمنى اني اكسب ثقه البنك، واتمنى اكتر اني اكسب ثقه مناع بيه، لاني مش عارف ليه حاسس ان هو سيء الظن بيا وبيتعامل معايا بشيء من الحذر. لا ابدا، ده بس بيتهيألك. ويا ترى بيتهيألي برضه ان مناع بيه حذرك مني بالتليفون؟ ويحذرني منك ليه؟ هو في بينك وبينه حاجه؟ بس هو فعلا حذرك، لانك طيبه وما بتعرفيش تخبي مشاعرك، ومعاملتك ليا اتغيرت 180 درجه من ساعه ما كلمك. صدقيني انا مش زعلان، انا مبسوط قوي انك تثقي في كلام جوزك. صدقيه نفذيه بعد اذنك. بروفيسور حضرتك بتتكلم مصري كويس قوي زي ولاد البلد. اللي بيحب شعبه بيتقن اللهجه بتاعته. ما شاء الله. بعد اذنك. عايز معلومة مهمة من محافظة تانية عن مريض في المستشفى، مين اللي يقدر يجيبها لنا؟ مفيش غير دكتور علام، راجل صديق ومتعاون. اتصل بيه فورا. اوكي يا بروف. شوف لي يا ابني كده، في حد دخل المستشفى اسمه حسان، مناع، بنداري حتى. تمام يا دكتور، في واحد دخل امبارح باسم حسان الحويتي، حاله فالج نصفي. ممكن تشوف لي مين اللي بيشرف على حالته عشان عايز منه تقرير ضروري؟ مدام مخه واعصابي يبقى دكتور علاء. اكيد اكيد ان شاء الله. شكرا. العفو. ألف سلامة عليك يا ابويا، يا ريتني كنت مت قبل ما اشوفك كده. بص عليك يا مناع يا ولدي، هشوفك كل سنة مرة. غصب عني يا ابو مناع، النهاردة مش هين هم لك أبدا. معلش على طول في بالي، أنا مديلك ولا حاجة. كفاية يا ولدي، ما تحملش على أبوك في الكلام أكتر من كده. هو فين الدكتور يا عمي؟ عايز اطمن على ابوي. هاخدك دلوقتي ونروح له. مناع سرقولي يا ولدي 2 مليون. طهور الفلوس يا ابوي، عندي فلوس كتير ابقي لك اللي انت عايزه. يعني ايه؟ يسيب اللي سرقنا يتهنى بسرقته؟ لا والله ما يحصل ولا يكون. صحة ابوي اهم يا عمي. يلا نشوف الدكتور، عايزين نطمن على الراجل. من فضلكم يا جماعه، عايزه ادي المريض الدواء، اتفضلوا ارتاحوا برا شويه. عاملين له الاشعه ولا لسه؟ خدوه بسرير وقالوا هيعملوا بالحاجات دي ورجعوه بعد ساعتين. من ساعتها حبت عيني العسل، مش دريان بالدنيا، ما فاقش لحد ما انتوا جيتوا. اكيد ادوا له حقنه مهدئه. ليه؟ انت عثرت على مناع اخوي كيف؟ اسأل ما يتوش. بعدين مناع اخوك بقي حاجة كبيرة قوي، كل الناس تعرفه، ربنا كرمه من وسع. يعني ايه؟ فهمني. يعني بقي عنده مصانع ومزارع وعنده شركة كبيرة قوي. ربنا يزيدك ويحميك يا ولد ابوي. والله ما دام حالتك المادية كويسة يبقى انصحك تسفروا برا، لندن، باريس، ميونخ، العمليات دي بتنجح هناك اكتر. مسافر ان شاء الله امريكا، ما يهمش. عموما دي التقارير بتاعت الحاله، وهديك اسم دكتور في القاهره هيقدر يساعدك، يتصل لك بالدكاتره في الخارج ويحدد لك مواعيد.
بس يا ريت تاخد له معاك الباسبور بتاع الحاج عشان يجيب التأشيرة ويخلص الإجراءات. باسبور ايه يا دكتور؟ مش هما يطلع بطاقة الأول. مش مشكلة، طلع له بطاقة وباسبور. وما عندوش شهادة ميلاد كمان. مش مهم، أنا هتصرف يا دكتور بعد إذنك. ربنا معاك يا ولدي. والله ما أنا عارف هتعمل إيه ولا إيه. هتطلع لأبوك وراك ولا هتنزل مصر تدور له على دكاترة؟ هعمل أي حاجة عشان أبوي يا عمي. أنا عندي أصحاب كتير ليهم مناصب. هم اللي يعني إيه مصالح مشتركة. همك تقيل يا ولدي، همك تقيل. يعني مناع خزني معاك لتاني مرة. في الحقيقة رحت له مكتبه وما لقيتوش، ومدير مكتبه قال إن ما عندوش فكرة. أنا كنت مجتمع معاه واتفقت معاه على كل حاجة، مالي أنا أمال مدير أعماله أنا؟ عموما أنا قدمت طلب للبنك بتحويل مبلغ دعم المنظمة 50 مليون دولار دفعة أولى. أتعشم على بال ما توصل الفلوس نكون خلصنا من العقد مع مناع عشان نبتدي شغلنا بقى. أوعدك يا بروفيسور فايهايزر إنه هيحصل. مناع مناع. ألو أيوة مناع بيه. ده موقف تحطني فيه مع البروفيسور فايهايزر؟ ايه؟ بتقول ايه؟ انا بكلمك في ايه وانت بتكلمني في ايه؟ يا سيدي عايز تصفر واحد للعلاج بره وملوش اي جد ازاي؟ يا سيدي حالات انسانية على عيني وعلى راسي. يا عم ده الكلام معوش ده؟ مالنا الصالح بيه؟ واضح ان مناع في ازمة ومحتاج حد يقف جنبه. عايز يصفر واحد قريبه العلاج بالخارج، وقريبه ده ما عندوش ورق. نعرف منين بقى ان قريبه ده ما كانش عليه حكم ولا ارهابي؟ في الظروف الامنيه اللي احنا فيها دي المواضيع دي لازم تاخد وقت طويل. اتهيالي على بال ما تخلص الاجراءات دي يكون المريض توفى. بعد اذن سيادتك عندي شغل عايز اخلصه. وصلني خبر ان في عركة هتقوم هناك مع البندري. تتعركوش هنا غير بينا. انا عشان كده اخوي عايز اعاود هناك. ما عارفش اذا كان مغاوري لقى بينا صح ضد البندرية ولا بيتهمهم بالكيد. شنسى الشراجي الفلوسة معلمينها. ما تتعبش نفسك يا ابوي، اكيد عمي هيعمل اللي في الصالح. تشغلش بالك اخوي بالنجع واللي بيجرى في النجح. خليك انت بس في همك التقيل ده. وعلى اي حال اطمن، مناع ولدك بيعمل لك ورق عشان يسفرك للخارج تتعالج هناك في بلاد الخواجات. انا كده ولا كده مطمن دلوقتي عشان وجود مناع وياه ومنش عايزه هنا. روح يا عمي، روح انت واطمن، وطمنهم في النجح. كلهم من ابويا هيطيب، ما عايزينش حد يشمت فينا. حاضر يا بنتي. شوف وشك بخير يا اخوي، شد حيلك. ايوه يا بوي، عايز تقول لي حاجه؟ قال المناع اخوك لا عمر يد الله، لا حموت حموت. أحب على يدك يا بوي، ما تقولش كده. إن شاء الله أنا وإنت لا خلص. هتقعد سنة في شوت وجبات انت آخر. اهدى مناع عشان تعرف تفكر. العصبية دي ممكن تخليك تعمل حاجات غلط. متغاظ يا عمر، متغاظ. مش عارف أصفر أبويا كيف ولا أقول له إيه. أكيد في حل في الظروف اللي زي دي.
يعني مثلا تكتب اقرار او تعهد اي حاجه من دي. انا كنت عشمان رئيس الحزب يخدمني. انت ما قلتلوش ان ابوك؟ محدش عارف ان ليا اب ولا عيله من اساسه. خد يا ولد، خد الباقي علشانك وحطهم في الشنطه. يلا. طب وهتعمل ايه دلوقتي؟ هعمل محاولة رسمية أخيرة قبل ما أخذ أي قرار. عشيبك الله الله. فعلا الحالة دي محتاجة عملية سريعة جدا في المخ قبل الجلطة ما تتحرك. المستشفى هنا فيها إمكانيات لعملية زي دي؟ فيها طبعا، بس بالتأكيد مش زي وردة. ومين أشهر دكتور بيعمل عمليات زي دي في العالم كله؟ بلا شك الدكتور ديفيد كامول. تستعد إن هو هيجي هو والتيم بتاعه هنا أهو. حق غلاوته من غلاوة مناع بيه عنده. انت عرفت منين يا بروفيسور فرهايزر؟ اهلا مناع بيه، انا كنت بالصدفة عند رئيس الحزب وسمعتك كنت بتكلمه في التليفون وفهمت المشكلة ايه. المشكلة حلها سهل، الحق ما يقدرش يسافر برا يتعالج، احنا نجيب له اللي يعالجوه لغاية هنا. يعني زي ما تقول كده هو العناية الالهية بعتتني لحضرتك. فجأة كده وانا قاعدة مع ابوي لقيت حومة، حومة دكاترة على بهوات على خواجات، وطلعوني برا وتلموا على ابوي يا حبة عيني كأنه حتة لحمة. اكيد مكالمة مناع للمسؤولين جابت نتيجة، مناع بقى واصل. وانت ايه اللي جايبه معاك ده؟ وكل الوكل هنا ممنوع. ممنوع ده ايه؟ ده مناع بقى بيه. هم طلعوا، تعال نطمن عليه. لحظة من فضلكم، لما البروفيسور يخلص كلامه مع مناع بيه خلوكم تفضلوا. أنا اللي مجنني وما قدرش يخش مخي، أنت بتعمل معانا كده ليه؟ لأنك واحد من أبناء المنظمة، أنت وأبوك الرئيس حسان. منظمة؟ منظمة إيه؟ مش فاهم حاجة. خلاص، عايز تعمل عبيط وتضحك على روحك، نضحك سوا، ولكن المهم في الآخر هنتفق. ما أقول لك إيه؟ أنا مشغول بأبوي. ما فاضيش الاتفاقات ولا غيره. أبوك هيتعالج وهيخف، ولو كنت لجأت ليا بدل رضوان بيه ما أنا كنت حللت لك المشكلة زي ما أنت شايف. ده أنت لو كنت عايز نصفره بره كنت صفرته لك. تصفره كيف وهو ما عندوش ورق ولا ليه وجود أصلا؟ تليفون صغير ويجيلك باسبور رسمي وعليه تأشيرات الدول اللي أنت عايزها. ده إحنا منظمة جامدة جامدة ومفيش أي حاجة مستحيلة عندنا. أكيد طبعا، وإلا ما كنتش بقيت الخواجة فرايزر الخبير البيئي والزراعي. هديك بطلت تستعبط اهو يا مناع. حاجة بني. أنا دلوقتي اطمنت عليك وعلى صحتك يا أبو مناع. يا سلام على الناس الكبار البركة دول اللي ما بيعرفوش يستعبطوا، مش زي الشباب الأشقية دول. مناع يا ولدي، إياك يا مناع. اياك ايه يا حاج؟ ده مناع واحد مننا وانت كمان. ولا نسيت ايام زمان لما كنا مع بعض في اسوان وانا حطيتكوا على اول طريق الخير؟ ما تقلقش نفسك يا ابوي، مفيش حاجه تقلق. بالظبط زي ما قالك مناع، مفيش اي حاجه تقلق، احنا اولاد منظمه واحده، نستحمل بعض ونشيل بعض ونحمي بعض وننسى الخلافات الصغيره ونبص على المصالح الكبيره. يعني بكرة نمضي العقد. وإذا قلت لك إني مش موافق وإن إحنا ما بقيناش تبعكم؟ عادي، هشتكيكوا للحكومة بتاعتكم وهقول لهم الناس دي بتتبرى مننا مع إن لحم كتافهم من خيرنا. وحدي الحكومة المستندات اللي تثبت وجهة نظري، والحكومة بقى هتحكم بينا بالعدل. قلت إيه؟ ندخل بينا الحكومة ولا نتفاهم بالمعروف؟ أجل أي حساب دلوك لحد ما هو يخف، وبعدين بقى نتفقوا على اللي يريحنا من بعض يا خواجة بني، وبكرة همضي لك على عقد السهاج. أولا بني ده مات واتقتل ومش عايز أسمع عنه، أنا البروفيسور. وثانيا أنت وأبوك من هنا ورايح وبالأمر تبع المنظمة، الواجب علينا نحميكم والفرض عليكم أن كنتوا تسمعوا كلامنا. أظن كلامي واضح.